لو عندي عمر يكفيني لنشرت تعاليم الدين ما بين القاصي والداني من أقصى المغرب للصين. لقد من الله تبارك وتعالى علينا بنعمة الشتاء، وجعله الله تبارك وتعالى غنيمة للصائمين وغنيمة للقانتين بالليل. ففصل الشتاء نعمة كبيرة من الله تبارك وتعالى يغتنمها المسلم في الصيام، يصوم نهاره ويقوم ليله كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الشتاء أمر عجيب لمن تذوق طعم العبادة فيه، فقد قال ربنا عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا حضر الشتاء قال لرعيته: إن الشتاء قد حضر وهو عدو فتأهبوا له، فتأهبوا له أهبته من الصوف والخفاف، يعني جمع الخف والجوارب، واتخذوا الصوف شعارا ودثارا، فإن البرد، يعني اتخذوه يعني ما يلي البدن، ودثارا يعني الملابس الخارجية، فإن البرد عدو سريع سريع دخوله بعيد خروجه، يدخل في جسد الإنسان ويبقى معه حينما يشفى الإنسان من نزلة البرد فإنها تطول معه عدة أيام. هذا هو المعنى. إذن فصل الشتاء هو فصل من الفصول التي يقلب الله عز وجل بها الليل والنهار، وهي التي جعلها الله تبارك وتعالى عبرة لأولي الألباب ولأولي الأبصار. فالإنسان منا في هذا الفصل وفي هذا الوقت وفي هذا يعني الزمان الذي نحن فيه يغتنم الإنسان تلك الأيام الباردة، فالنهار فيها قصير والليل فيها طويل، يغتنم الإنسان هذه الأيام في طاعة ربه فيصوم النهار ويقوم الليل. وانظر إلى سيدنا يحيى بن معاذ ماذا يقول. يقول: الليل طويل فلا تقصره بمنامك، الليل طويل فلا تقصره بمنامك، والإسلام نقي فلا تدنسه بآثامك، أي بذنوبك. وهذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول مرحبا بالشتاء: تنزل فيه البركة ويطول فيه الليل للقيام ويقصر فيه النهار للصيام. إذن كان العابدون وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسار على نهجهم سلفنا الصالح في صيام النهار في فصل الشتاء وقيام الليل، فكانوا يحرصون على ذلك كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن البصري رحمه الله: نعم زمان المؤمن الشتاء، ليله طويل يقومه، ونهاره قصير يصومه، يعني يصوم النهار ويقوم الليل. ولذلك يقول عبيد ابن عمير رحمه الله حينما كان يأتي الشتاء كان يقول: يا أهل القرآن، يا أهل القرآن، طال ليلكم، طال ليلكم طويل لقراءتكم فاقرأوا. ثم يقول: وقصر النهار لصيامكم فصوموا. فمن يعني صار على هذا النهج فقد فاز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، أي السهلة، ليس فيها عرق، ليس فيها حر. فالإنسان هنا يسعى ويجتهد إلى الصيام في هذه الأيام الباردة، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده القانتين الذاكرين الصائمين،
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. لو عندي عمر يكفيني لنشرت تعاليم الدين ما بين القاصي والداني من أقصى المغرب للصيني.